قاعد هيك هي هاي سيبه والله ركبوا نص قاعد رجوليه ركبوا نص قاعد قاعد الحسين لا لا قاعد الحسين قاعد الحسين مكمل هنا قاعد يمشي ترى وهيك طاب طاب يوم مقابل هي رجوليه سباعيها كبر شارب بس لا كبر شارب والله ما كبر شارب ما قدرت لك انا الله يقدر ام ام دعاء ام تقول الله لا يوفق العسكري ان شاء الله اريد احكي لك طقم تقول الله لا يوفق العسكري ان شاء الله بحق الحسين وما الامهات كني ويا ام وليدهن بالمستشفى ماكو دعاء ما دعنا عليكم والله بالعباس الله لا يوفقك الله لا ينطيهم انت لو صدق بطل كان سويت مثل ابو الفرقه الذهبيه رجعتكم بالخوف ثلاث ايام والله السحر ثلاث ايام يخاف يخاف اللقاء العمليات البصره يقول له طبعا انا مقصر يقول له لا والله استاذ انا مهم ترهاب هذول متظاهرين باص باص عيب علي باص تعال ما يسمعك ما يسمعك ما يسمعك انا من الصبح موجود هنا ما يسمعك قال له طب قال لهم ما طب وعد تواصل ما يجي معك تواصل قال كم العباس تم العسكريه كلها قال له طب قال لهم والله ما طب عيب علي طب وسحب القوه ومشي انت مني يقول لك انت هذا الشيخ يا راجع لك انا اليوم بابط يامرني ارمي ارنهاك بالعباس ما ارمي يقول لي عيب علي يا ابني عراقي هذا زين والله ما ارمي بس عندكم اليوم مجنود كفيلكم العباس وحق الحسن وانتم البحريه البحريه واحد واحد والله يطبلنا جندي للسوق معزز مكرم بالعباس معزز يدخل بالصاله يدخل وياه يدخل لا ويدخل ويانا بالصاله وهلا اخوي وحياك الله ومين انت وسلام وضحك خربوا جهات ليش خربوكم 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 وين مقصر جهات تدري الحق صار عليكم شغل الحق هسه الطفل مني يشوف له جندي بالسوق بالعباس يسبوه يقطعوا الموت كفيلة الحسين بعد انا نصيحه بالعباس هذا حد خلي بيننا وبينك الشرف بالحسين احنا اطفال كرهتهم والزهر اطفال اليوم والله والله اليوم واحد عنده بنيه صغيره ابوهم مات هذا فلاح كيف تدرون فلاح بالحسين بنيه صغيره جابوها طلعوا لها ابوها من ابوها من الثلاجه وطفل بالحسين تبجي عليه بالعباس تبجي عليه